عليك بهذا الحديث يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، إلا إذا كان إمام مسجد فهو صاحب السلطان فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وأما إذا لم يكن إمام مسجد فأقرأ القوم هو أحقهم بالإمامة حتى وإن كان صغيرا. عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان صغيرا وكان أقرأ قومه، كان أقرأ قومه لأنه يتلقف القرآن ممن يمرون به من الصحابة، فقدموه وله 6 أو 7 سنين. تصوروا، قدموه يصلي بقبيلته، ما هو بواحد واثنين أو ثلاثة، قبيلة كلها. وكان عليه ثوب قصير، إذا سجد ربما تبدو عورته. فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وقالت: غطوا عن نست صاحبكم. ألست مهد الفرج؟ ألست الدبر؟ يقول: فاشتروا لي ثوبا بدل ما كان عليه، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بذلك الثوب. لأنه صبي صغير وبـ6 سنين 7 سنين كل شيء نفرح به، أليس كذلك؟ أي نعم. فالمهم عليك بهذا الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يستثنى من ذلك من إمام المسجد، لأن إمام المسجد السلطان في المسجد، وكذلك السلطان الأعظم يعني رئيس البلاد أحق من غيره، لو حضر المسجد يكون هو أحق من غيره. عرفت؟ لكن البلاء كل البلاء أن الناس الآن يتدافعون الإمامة. صل يا فلان، لا أنت صل، صل أنت صل. يا أخي احمد ربك إذا قيل لك صل وأنت أحق القوم بالإمامة، احمد الله. لأن عباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أتم الآية، واجعلنا للمتقين إماما. نعم.